اهلا وسهلا بنات خالتي، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. والله ما قدرت ننساكم بنات خالتي، شكرا. كان راكم في القلب، والله الا راكم عزاز اللي سولتوا فيا، ودعواتكم والله الا هي اللي خلاتني نوقف. اما راني واحد الوقيته كنت كنشهد، كان حنا خصنا نشهدوا بلا، يا ربي تسمح لي، بلا مرض. الحمد لله ربي يخلصكم ان شاء الله، وكاع اللي شاف هذا الفيديو حتى لا ما شفتوش ان شاء الله بغيت ربي يكرمكم والله يحفظكم. الحمد لله الحمد لله. انا ما كاينش يصحاب ليا بو مزوي، والله ما كيصحاب ليا بو مزوي، واخا انني جاني في شي شكل، واخا انني عارفه ونحط نشارك معاكم، راه ماشي ما عنديش، راه هاد المرضى اللي مرضتها راه واحد 16 عام تقريبا باش مرضتها. يلا ديك الساعه عندي البنيه سلمى، دابا راه في عمرها 16 سنه، كملتها البارح بحول الله، الله يكمل لكم ان شاء الله رجاكم. كي تزادت واحد القابله كانت تكرفصات عليا واول ولاده، وهو ما تيبغيش الجوع، تيبغيش الجوع هاد بومزوي، والصراحه شدني هاد بومزوي ما عرفوش بحال دابا، حيت هو في حالات بزاف الاخوات كتبوا ليا في الكومونتير بان كاين اللي كيجاب احلام، كاين اللي جاب الوسواس، هو راه مرض روحاني، كاين اللي تيجيها تذكره ودا شي افكار وشي وساويس، الله يحضر السلامه خايبه، واسي مسكين الله فرحان كان يعنقني وما كيبقاش يمشي للمدرسه، كيسحبني غنموت وما غاديش يعاود يشوفني مسكين. ها شويه الكمال. بزاف الاخوات كتبوا لي في الكومونتير بان بومزوي فعلا راه عنده اعراض كثير. انا هذا اللي جاني صعيب، داك بومزوي المعلق، كيقول لك بومزوي المعلق شدني من صافي، ولت كنحس بالعقير، العقير صافي، ما والقبط وانتفاخ وصافي يعني. ولكن الحمد لله واخا الادويه تغلبت عليه بالمسلوق، انتم راه واخا هكاك مساكن بقاو فيا شحال ما كلاو، خديت الدجاجه دي وقطعتها ليهم، انا خليتها تسقطل مزيان تنشف، عادي غندير فيها التبيله عاديه، ما غندير فيها لا ياغورت لا حتى شي حاجه، فقط العطريه والكمون والزعتر هما اللي غنكثروا بزاف، ونخليهم هكا يشربوا مزيان صافي، وندخلها الفران. الفران كنقلب واحد اللاطه باش تجيني قريبه، علاش؟ باش يطيب وما ينشفش، لان عندي الفران هابط ديال الخبز، الا جيت نتسنى عليه وهو هابط غادي ينشف من ديك ما غيبقاش مذاق ديال الدجاج، الصراحه كيجي واعر. كنجهد الفرن مزيان، تنقلب واحد اللاطه وتنحطو هكا قريب للعافيه، تنعطيه العافيه مزيان مزيان، وتنعطيه التقلاب، وكنبقى هكا بواحد الموس تنثقبو. هانتوما راه غير شرائح، قطعوا الكزام مزيان هانتوما صافي، ما غندير معاه لا روز لا حتى شي حاجه، وانا بارك عليا هذا كتعجبني الصراحه. ديك البطاطا المسلوقه ديال زمان اللي كنجيو للمدرسه كنديروها في كوكوط تسلق هي والقشور ديالها، وكنديروا معاها شويه القزبر والمعدنوس وزيت الزيتون، الصراحه احسن احسن اكله. وغنشارك معكم بنات خالتي السر اللي انا مشاركه معكم شحال هذه، ونعاود نشارك معكم ما نبخلش عليكم، حيت نتوما حبابي والله بكم بفضل الله وبكم نتوما باش نط، قسما بالله من تلقى، خصوصا اللي بكاني اللي بكاني والله العظيم الا بكيت. واحد الاخت جزائريه تحيه لها، الا قالت لي مني شفت مني سمعت صوتك بكيت، وحتى انا اختي والله مني قريت تعليقك الا قسما بالله حتى بكيت، بكيت من الفرحه لاني ربي عوضني في واحد الاخوات، حتى الرجال متبعيني كلهم بقيت فيهم قسما بالله، حتى الرجال معمرهم ما خسروا الكلام، عمرهم ما قالوا الحياه عليا، دائما كلامهم زوين، وانا كنبغيكم راكم في القلب قسما بالله، ودعوا معايا وانا غندعي معاكم ان شاء الله. وعيد مبارك سعيد، ذكرى النبوي عليه الصلاه والسلام، تكثروا من الصلاه. بلا ما نطول عليكم بنات خالتي، نوريكم السر العجيب اللي انا كنستعمله وبغيتكم نتوما تستعملوه، باش يبقى لكم ان شاء الله قاهر بومزوي، واحد النبته اللي رخيصه ما تتخليش الام المفاصل، هاكل تيعبروكم الركاب، الوليدات اللي شفتهم تيعبروا المفاصل، نبته هما اعشاب كنستعمل، ولكن هذه قاهره بومزوي وعندها واحد المزايا كثيره، والحمد لله راه واخا هكاك ما نقصتش بزاف، راه كنت شي ايام تنوض لا حول ولا قوه الا بالله، تتبان فيا. المهم غنشارك معكم بنات خالتي، مع شكون كيدوق نشارك معكم النبته العجيبه، بين ما الدجاج تسقط مزيان، راكم كلكم حادقين وتعرفوا كيفاش، تعرفوا كيفاش توجدوا الشهيوات. يلا معايا بنات خالتي،
انتم بنات خالتي الحمد لله بدا شويه الدار ما بقاتش مشقلبه والماكينه غير دورتها وجاو الوليدات شعلة اسامه الضوء على برا شعل الضوء على برا شعل انتم بنات خالتي النبته اللي غتبهركم وما خصهاش خصوصا فهاد الوقيته تخطاكم نهائيا لا راه الصوت ديالي تحسن الا او الدخن انتم المعلقه ما يابساش المهم كنقيو مزيان داكشي اللي فيه حجيرات ولا عويدات ولا الصراحه والله العظيم هذا راه قاهر بومزوي ولكن ضروري ديروا الحركات اللي كنقول لكم انا غنجيب لكم الشيء العجيب اللي توا ساعدني على انني هكا العروق ديال البطن انا راه مجربه معكم بزاف الطرق تفوتوا غير السره تفوتوا غير السره بنات خالتي الا كانت فيكم الخلعه ولا الخوف ولا عدم الشهيه هنا بلاتي نحيي الطبيعه باش ندير معكم هنا ها مستوى السره هي هادي الا كنتو عندكم الخلعه او فقدان الشهيه تعملوا الكيسان هنا او القديره العصريه الا كان عندكم بومزوي غتفوتوا شوي فوق السره وتعملوا حتى دقيقه هانتوما بنات خالتي والله ما نكذب عليكم غير هو فيها واحد ديفو ان مفرومه من هنا كتزير على اللحم غادي نبدلها كنت هنا فقط بزيت الزيتون نفعتني ونفعتني في الم الدوره الشهريه نفعتني في في البرد فن قبل الغريق قبل ما تفطروا كدهنوا المكان بزيت الزيتون وكنحطها انا عندي داك راني دايره هنايا راني فايت مشاركه معكم في القناه غنصح شي اللهم والله العظيم الى الفن انتم انا دايره وحده وسط وحده باش تحميكم هكا من العافيه كتخلي العافيه حتى كتقبط مزيان كل ما طلعت العافيه دابا راه ما تشدلكمش بحال هكا هانتوما حتى تطلع العافيه تطلع مزيان غير فقط غنوريكم كتحطي هذه فوق اللحم وكتحطي هذه بحال هكا عرفتي مزيانه الشهيه مزيانه الخلعه الا لقيتو شي نساء الشاد غير كطفى العافيه الا لقيتو شي نساء كبارات في السن تيعملوها مرحبا والف مرحبا ما قدرتوش بنات خالتي الكيسان راه لقيتهم كيبيعوهم بعد الرجال اللي كيبيعوا الماء زمزم تيبيعوا التمر تيبيعوا المصاحف تيبيعوا المستلزمات اللي كتكون في مكه ان شاء الله تيبيعوها فقط ب 25 درهم انا خديتها من البارا فارماسي ب 40 درهم حتى ل 45 درهم وهذا الكيسان بوحدهم بجوج درهم ونص هاد الخضره هي ديال هادي وهادو كيتباعوا الفراديين اللي بغيتو انا فقط ست هادو هم بالبلاستيكات ديالهم بجوج درهم ونص حيت كانوا تشقوا ليا هادو ما يخطاوكمش بنات خالتي علاش ما نقولش لكم رحمه حتى هذه حتى هيايا انتوما اللي عندها الخلعه وعندها الشهيه مسدوده بحال اني انا كان في الصباح قبل ما نفطر كندهن البطن ديالي بزيت الزيتون دائما عكس عقارب الساعه سمحوا لي راني كندوق مع الكاميرا دائما العقارب ديال الساعه كيمشيو حنا غنمشيو بالمقلوب صافي وكنحطو بحال هكا وكنبقى واحد المده كنسترخي مزيان وما كنجبد ما والو صافي فقط كنبسم اللحم بحال هكا ولا كنجبد الفونطوزه هذه ويلا كان عندكم الام ديال بومزوي كتفوتوا السره كما قلنا هنا والخلعه هنا الخلعه وفقدان الشهيه هنا الام بومزوي عرفتي ملي كنحط يدي كنحس بالراحه ولكن هذه اللي نفعتني علاش حيت المستوى ديال الفم ديالها واسع كيف كنحطها والله ما نكذب عليكم الا حسيت بالعروق ديولي تجبدوا حسيت بالمعده وساعات ديك الساعه ما تشربوش الماء ما ديروش الخطا وتشربوا الماء الا شربتوا الماء غيشدكم بومزوي دائما حساء حساء كما كان واللي قادر ان شاء الله على هذا القولون ولا هذا بومزوي ولا هذا المسخوط اللي كيسميوه هو الا انا خديته باقي جديد خديت تقريبا ها هو شي كيلو تقريبا كيلو تقريبا ولا اكثر من كيلو ها هو باقي يلا غندير واحد القرعه هذا غيديني البرد ان شاء الله كامل طحنوه وديروا حساء
راه قسما بالله وهذا الشيء اللي كنقول انا اللي مقلده، الى في رمضان كنا كنديروا مع الشوفان الى المفاصل، كنت شي ايامات كنبغي نعصر حاشاكم الجفاف، نعصر الحويجات تحس بها هادو، مع انني ما عنديش البروده. شوفوا هادشي كله باقي زرق بالصيروم، هاني طاحناه. واش الاستعمال بنات خالتي؟ ساهل بنات خالتي، هادشي اللي بقى مبقاش الله غنعاود طحن، ساهل الاستعمال، ما غتوحلوش معاه. بغيت ديروا مع حساء لوليداتكم، بغيت ديروا مع الشوفان اللي عجبكم. المهم انايا كنفطر، كنفطر بحول الله، كناخذ قد هكا مع الماء من ورا الاكل، كنتغدى كناخذ قد هكا من ورا الغداء، كنتعشى الا كان شي غوتي سمين وهكا فيه نيت الماكله صافي كنكتفي به، حيت ما نقدرش نتعشى، كناكلو مور الغوتي. كان الغوتي خفيف وغنتعشى، كندير هكا ثلاثه المرات، ثلاثه المعاليق في النهار، نقولوا وداعا لبومزوي. وحتى كيبينكم في صحتكم، بالناس اللي حتى انا كيقتلني بومزوي، تيضعفني بزاف ملي كنتبع هذا، ما بقيتش كنضعف ديك الضعوفيه، شي كان كيشوف لي طريق كيتخلع، دابا راه شويه وخاف الحمد لله، دابا ان شاء الله كلشي يرجع. تبعوه تيعاون الامعاء من الامتصاص، لان هذا الايلان غني غني بزاف الفوائد، بزاف المزايا فيه، واخا نبقى نهضر حتى الصباح قليله بحقه. ما يخطاكمش هاد الايلان، ما يخطاكمش. دابا ان شاء الله الا كنتي كتسمعي فيا اختي الكريمه ولا اخي الكريم، الا عندك الزوجه ديالك مريضه ولا عندك وليداتك ولا انت اللي مريض، حيت واحد الاخ مسكين توا عنده السكريه وقتلو هاد بومزوي، راه مسخوطه هاد بومزوي، شنو هو راه واحد الله يحضر السلامه. وكلشي فينا راه تيرجع، انا راه قلت لكم 16 سنه اقسم بالله، وانايا متبعه التدليك وراده معايا البال، كنقولها لكم، كنقول لكم راه كيرجع. انا باش انه غفلني وباش انه اللي شمتني هي انني حسيت بالمنزله، حسيت بالرواح، ما ديتهاش فيه، كتعرفوا المنزله ما كتخليكش تاكل، تحسي بفقدان الشهيه. بقيت كن راكم عارفين الكينه، يعني ملي غتاكلي على الجوع، هو لا شي فيتامين ولا كليتي شي، مهم غير الجوع راه كافي انه تيخليك داك العروق تيتعصب، الجهاز الهضمي تيتعصب. والزعتر بنات خالتي كندير بريق، مابقاش كنشرب اتاي، مابقيتش كنشرب اتاي بصفه نهائيه. علاش؟ لانه توا هو القهوه توا من المسببات ديال بومزوي. عمروا لكم بريق، نديروا لكم واحد القليل من الزعتر. هاد الحلقه ديال خصها ان شاء الله هكا عقلوا عليها مزيان ودخلوها في هادشي اللي عطيتكم، والله الا راه غادي ينفعكم في حياتكم. هذا في بريق، وحليوه على حساب الذوق، ما تحلوش كلشي، حلوا على حساب الذوق، وديروا معاهم واحد شويه اللويزه راه كنعلقاها، كنخليها في المقلوب، كان بعض المرات نسوسها، بعض المرات كنخليها تما حتى كتقاله، كتجيني ساهله. صافي كنعمر بريق ديال الزعتر حتى هو قاضي على داك السموم وداك المغص اللي تيجينا واحد الحريق في البوط، واش من حريق، راه العافيه تتحسي بشي حبل شاد لك من هنا والفم ديالك حار، عاده بالاحلام، عاده بالكوابيس، عاده بالخوف، عاده بزاف. الله يحد الباس، والله كرمنا وكرمكم ويبعد عليكم البلاء ان شاء الله. وهاد بومزوي هذا الله يدير معنا شي تاويل ديال الخير. انا قلت لكم 16 سنه باش ما بقاش جاني، كان غادي يقتلني، جاني في الرضاعه، جاني نافسه، ما نقولش لكم واحد الحاله، تصوري النعمه قدامي وما تنقدرش. وبقيت كنقول لا خصني نرد البال، هاد الخطره شمتني صافي، شمتني، يعني خص كان خاصو شي حاجه اللي تهدئو. فعلا ملي داروا لي البرا العرق حسيت بواحد شي ايد ديال الله سبحانه وتعالى، رحمه دخلت لي الايد البطن ديالي ودارت لي بحال هكا، حسيت بواحد الراحه. هادي ملي غديريها ولا هادي، والله تعاود تاكلي النعمه. هكا بقاو تبعوا لكم كاس الزعتر، بريق ديال اللويزه والزعتر، ومن تبغوا تنعسوا هذا قزبر حبوب ولا الكامون ولا كاع هادشي كاع زويون، ولا ديك الكامون الصوفيه حتى هي ما تتخليش الوجع، راه تقادات ليا مني كندير هادي. وبنات خالتي الا حسيت بالنعمه، حسيت بالجوع، حسيت بانني باغا ناكل، المهم ديك الماكله قليله، ولكن راه شفت الصوت ديالي تحسن الحمد لله، الحمد لله. دابا ان شاء الله راني بديت كنوض بشوي بشوي، ملي كنعيا راني كنتكى، وهادشي اللي كاين بنات خالتي. كنتمنى ان شاء الله يكون فيديو اليوم فقط رحمه ليكم ان شاء الله بعد الايلان وهاد الجزيره، هاد العصريه هادي والله نفعاتني، راني فايت مشاركه معاكم، كنت كنديرها حتى في الجناب ديالي، كان هاد المرود تيعطيني الصداع، عندي بوز اللوم ما نقولش لكم، واحد العصبه ملي كتشد ليا
تيشد ليا كلاكاج درتها، ولكن عذباتني ايامات الاولى. علاش؟ لان داك جبدت اللحم والعروق، ولكن من وراها رحمه. دابا نصح ان شاء الله ونتبعها، خديتها ب 5 دراهم هادي، هي بقات ليا ما تهرسات ما والو، غير هي في هذيك الديفو هذيك هذه فهاد الفرمه هذه. ملي كتزير على اللحم تتحسي باللحم ديالك تيألمك، ولكن عطاتني الاخت ديالي واحد الفكره، يا ربي تسمح لي مرات خويا واحد الفكره، وانني نحكها بالكاغط الحرش كنملسها. معليش غادي نصح ان شاء الله وناخذ واحده اخرى. كنتمنى بنات خالتي الفيديو ديال اليوم ان شاء الله يعجبكم، ما فيه حتى شي حاجه، راه كوزينه مجموعه كما كتشوفوا هانتوما كلها نقيه. عاونوني الدراري بعدا ما بقاوش كيربنوا ليا، وداك الدجاج بين ما تسقطر. المهم انا عشايه ها هو، كولوا كلشي ما هو مفور ولا مسلوق. صافي هذا ان شاء الله نتسناه، هانتوما راه كيتسقطر، نتسنى ينشف مزيان وندير ليه التتبيله. راكم عارفينها كلكم عارفينها، ماشي دا هو موضوعنا. موضوعنا هو كيفاش تقضي على بومزوي. صافي يا بنات خالتي، كنتمنى الفيديو ان شاء الله يكون خفيف ونكون فدتكم بإلام. كنتمنى ان شاء الله خضوره ان شاء الله مزيان ليكم، وما تنسونيش من الدعاء بنات خالتي، حياكم الله اينما كنتم.